إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن التهاب القولون التقرحي. ما هو التهاب الأمعاء الغليظة التقرحي؟ التهاب الأمعاء الغليظة يعني التقرحي هو مرض يسبب نشوء التهاب وظهور جروح في الجدار الداخلي للأمعاء الغليظة. يصيب التهاب الأمعاء الغليظة وبشكل عام بتقرحات في المنطقة، وهذه التقرحات عادة تكون غليظة وجه عام، وأيضا الجزء السفلي من الأمعاء الغليظة ممكن تكون فيها بعض التقرحات. ومع ذلك من الممكن أن يصيب التهاب الأمعاء المنطقة منطقة المستقيم، وأيضا في المنطقة الغليظة تحت المستقيم. أيضا الأمعاء الغليظة كلها ممكن تصاب كلها بشكل عام في منطقة السيني أو منطقة المناطق الأخرى، وكلما كانت يعني مساحة التهاب أكبر تكون أعراض التهاب الأمعاء الغليظة التقرحي أكثر حدة وخطورة. والتهاب الأمعاء طبعا الغليظة التقرحي قد يصيب الإنسان في أي مرحلة من مرحلات العمر بشكل عام، ولكن يعني أغلبية المصابين بها يعني هم من دون سن 30 عام، وأيضا كبار السن ممكن يصابون بنسبة كبيرة جدا بهذا المرض. قد تكون أسباب أحد يعني البكتيريا الموجودة في الجسم. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.